حكايتنا النهاردة عن لغز لحد اللحظة دي ما تحلش وملوش أي تفسير منطقي. طيارة اخترقت كل قوانين الفيزياء اللي نعرفها. الطيارة سافرت في رحلة عادية جداً بين مدينتين، ومرة واحدة اختفت من على أجهزة الرادارات وما بين لهاش أي أثر ولا حطام، كأنها سافرت لعالم موازي. وبعد 35 سنة كاملين ظهرت وهبطت في المطار بشكل صحيح تماماً، والمفاجأة إن كل الركاب اللي كانوا عليها قاعدين في أماكنهم بس بقوا هياكل عظمية. يا ترى إيه اللي حصل بالظبط؟ ولما كل اللي على الطيارة بقوا هياكل عظمية، مين اللي كان سايقها وهبط بيها في المطار إزاي؟ وكانت فين كل السنين دي؟ تعالوا نعرف مع بعض إيه الحكاية. بس قبل ما نبدأ أحب أفكرك، لو أنت لسه مش مشترك في القناة ياريت تنزل تشترك بسرعة وتفعل الجرس عشان توصلك حكاياتنا الجديدة على طول. الطيارة اللي بنحكي عنها تبع الخطوط الجوية لسانتيغو، وكانت طالعة في رحلة روتينية عادية جدا سنة 1954 متجهة من مدينة أخن في ألمانيا لسانتيغو. يعني الطيارة هتعبر المحيط الأطلسي كله من أوله لآخر، والمفروض إن الرحلة دي تستغرق 18 ساعة وتكون وصلت لوجهتها. الطيارة كان عليها 92 رجل، 88 منهم ركاب وأربع أفراد كانوا طاقم الطيارة. بعد الطيارة ما طلعت بكام ساعة وبقت فوق المحيط الأطلسي وبدون أي مقدمات اختفت تماما من على الرادارات، وانقطع الاتصال بينها وبين أبراج المراقبة نهائيا في وسط ذهول تام. طبعا اتحرر بلاغ بغياب الطيارة واختفائها، والحكومات كثفوا البحث عنها وعن اي اثر الحطام ليها ومنشطوا المحيط وكل الاماكن اللي كان من المفترض انها تعدي من فوقها. بس كل المحاولات بقت بالفشل وما وصلوش لاي حاجه نهائيا، والموضوع فضل فتره كبيره مفتوح والتحقيقات شغاله لحد ما الموضوع هدي وسكتوا عنه. وعدت السنين وشركه الطيران اللي كانت تابعه ليها الطياره قفلت وما بقاش ليها اي وجود. وتحديدا يوم 12 اكتوبر سنه 1989 في البرازيل، سلطات المراقبه اتفاجئوا بوجود طياره ظهرت من العدم عماله تلف فوق المطار استعدادا للهبوط بدون ما يستلموا اي اشارات سابقه من طاقم الطياره ولا حتى الرادارات لقطتها. فطبعا بلغوا قوات الامن اللي اشتبههم فيها. مفيش ثواني كانت الطياره هبطت بنجاح تام. استنوا دقائق لحين خروج اي حد منها، لكن مفيش اي حركه ولا حد خرج. بس اللي خلى كل العاملين يستغربوا ان موديل الطياره قديم جدا من الخمسينات، وكمان الطياره حامله اسم خطوط سانتياغو الجويه اللي قفلت ابوابها من سنين. فبداوا يشكوا انها دي الطياره المفقوده من 35 سنه. طبعا قوات الامن بدات تتحرك لاكتشاف مين جوه الطياره ومين القائد اللي فيها، وكانوا متاهبين لاي هجوم، وكل شكوكهم ان ممكن يكون اللي فيها مسلحين وان دي عمليه ارهابيه. والمفاجاه لما دخلوا جوه الطياره اتفاجئوا ان كل الركاب قاعدين اماكنهم بس كلهم هياكل عظميه، 92 هيكل عظمي في الطياره. ولما دخلوا الكابينه اتفاجئوا ان برضو قائد الطياره كابتن ميجيل فيكتور والمساعد بتاعه عباره عن هياكل عظميه، لكن القائد ماسك بايده مقود الطياره كانه هو اللي بيقودها. وفتشوا الطياره حته حته وما لقوش اي شخص عايش. بعد فحص الجثث اتاكدوا ان هم فعلا ركاب رحله رقم 513 التابعة لخطوط سانتياغو، والحكومة البرازيلية شكلت لجنة بحث وتقصي حقائق حوالين الحادث، لكن ما طلعتش أي تصريح رسمي عن الحادث وخلت كل التحقيقات سرية. بس كل اللي أكدته السلطات البرازيلية إن الطيارة ظهرت من العدم فجأة فوق المطار وهبطت بسلام، وإن كل الركاب والكابتن عبارة عن هياكل عظمية. وحكومات وباحثين كتير جدا هجموا البرازيل ساعتها لرفضهم في مشاركة التحقيقات والنتائج حوالين الحادثة دي. ومن أشهر الباحثين هو البروفيسور الفيزيائي رودريجو دي مانها، وصرح وقتها وقال إن إخفاء أي معلومات عن الحادثة تعتبر ظلم كبير جدا بحق العلم والإنسانية، لأنه لو ثبت دخول الطيارة إلى فجوة زمنية أو ما يسمى بالتايم راب فده هيكون سبب في تغيير نظرتنا للعالم والعلوم. ومن الباحثين اللي حاولوا يلاقوا تفسير للحادثة هو الدكتور سيلسو أتالو، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، وصرح إنه من المؤكد إن الطيارة دي دخلت فجوة دودية زمنية، لكنه بقى عاجز عن إعطاء تفسير لتحول كل الركاب على الطيارة إلى هياكل عظمية وإزاي قدر كابتن الطيارة وهو هيكل عظمي يهبط بالطيارة. ودي كانت حكايتنا النهاردة. تفتكروا الحادثة دي ليها علاقة بالثقوب السوداء والدودية اللي اتكلم عنها أينشتاين في نظريته النسبية لما قال إن الزمن والفضاء مرتبطين ببعض من خلال منحنيات
فجوات زمنية بتربط ما بين عدة نقاط في عالم واحد أو عدة عوالم؟ هل يعني ممكن تكون فعلاً الطيارة دي دخلت فجوة زمنية وطلعت فجأة؟ بس هيفضل اللغز، إزاي هبطت بالتمكن والسلام ده وهي كل اللي فيها هياكل عظمية؟ هسيب لكم المصدر تحت في صندوق الوصف، ولو الحكاية عجبتكم اعملوا لايك وشير وعرفونا رأيكم في الكومنتات، واكتبوا لنا عايزين نتكلم في إيه في الحلقة اللي جاية. نشوفكم في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.